ما عنا أي فكرة إذا كان لسه حي أو لا، لكننا مؤمنين إنه هو لازال حي. عايشين ببلد بيحكمه نظام ديكتاتوري، بانه بلد ما في للاسف حريه، ما في ديمقراطيه، بانه كرامه المواطن بالمطلق ما أنا محفوظه. مصرة أكبر على أنه أنا طالب بالمعتقلين والمعتقلات، وأنه نقول أنه إنقاذ هدول الناس هو واجب علينا كلياتنا اليوم قبل بكرة. فرصة حاسمة ومهمة جدا لنرجع نقول انه يجب اطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات اليوم قبل بكرة. وقوفكم اليوم بالساحات وبأي مكان ومطالبكم اليوم هي أمل جديد إلنا.